كنقول حسبي الله ونعم الوكيل، وباقا كنقولها لحد الساعة، لأن هذاك الشيء اللي كيقول كل ما ليه حتى صحة من الموضوع، حتى شي حاجة فيه ما صحيحة. بالنسبة للشهود، واش أنا ولد خويا حاضر لاصين وشاف كل شيء وغيجي هو غيقول لي لا راه كان هكان هكان؟ خصوصا أنهم قالوا ماشي هو اللي كان لابس نفس ال الأبيض الأبيض الأسود. أودي الله يهديك، راه كاين الله اللي غادي يعزل، كاين الله اللي غيحاسب، كاين الله اللي غيحاسب. ما شاء الله، أنا ما كنتش منتظرة من هذا الأستاذ يدير بحال هكا، وحق الله العظيم. ياك هو ما قاتلش، أش بغيتي تطالب بالخبرة ديال المستشفى؟ ياك هو ما داير والو، ياك عندك يقين بأنك ما داير حتى حاجة، لاش بغيتي خبرة؟ لاش بغيتي هذه؟ لاش بغيتي هذه؟ إلا كانت عندك ثقة وعارف ونيت ما داير والو، ما طالبش هاد الشيء، اش غطالبو؟ شنو رأيك في التأجيلات اللي كتبقى كل مرة يعني كتأجل؟ ماشي مشكلة، هذاك الشيء روتين ديال أي قضية كتكون بحال هكا، أنا ما عنديش مشكل فيه، ما معترضة على حتى شي حاجة، أنا قلت لك معاهم. وشتي ويدوز في الاستئناف وأنا معاه، ويدوز في النقد وأنا معاه، ويتحكم وأنا معاه، ويدخل الحبس وأنا معاه، واي حبس مشى لي انا معاه، وقسمت لك برب الاله يتا كل بلاصه مشى ليها انا معاه، تنعرف هذاك السيد واش يا يدي امينه ولا لا، حيت اللي في راس الجمل راه في راس الجمال. شي راه دار لي ترونسفير ونتبعو، والله ما عندي ما نقضي انا، راه لانتريت. شنو بغيت تقصدي بلي في راس الجمال؟ انا نقول لكم والله قلت لك عليه ما متنازله، ولو يتحكم انا معاه، يتحكم وانا معاه، قلت لك يدير لي ترونسفير وانا معاه، وغنعرفوا فين مشى وغنتبعوا وغنشوفوا، حيت كتجيني دابا اخبار من السجن كيعاودوا لي فين عايش وكيفاش عايش، حيت الفلوس زعما كيفاش عايش، حيت الفلوس يعني ياك، ولكن كيبقى سجن. انا هكاك وبغيتو سجن، شتي واخا يديروا لي 5 طوال تما الحمد لله هو في السجن. المهم قلبي هذيك الكلمة ديال السجن راه فيها أنا عندي بزاف ديال الحوايج. قلبك غير ارتاح. واخا تجيب ليه التريتور، واخا تجيب ليه ما عرفت شنو، كيبقى السجن. المهم ما غاديش يأذي شي واحد على برا، هذيك هي اللي غتبرد لي أنا القلب. قلت لك أنا معاه لآخر نفس. من غير حاجه الا مت هذيك حساب اخر. راه ولا قلت لك وقسمت لك برب الاله، ولا تحكم يا انا معاه، نتبعوا فين ما مشى ونشوفوا كي عايش، وعندي من يجيب لي الاخبار الحمد لله، في كاين عدوك كاين صديقك، راه باش كيتعشى وباش كيتغدى كيوصلني، قسمت لكم بالله العظيم، الا باش كيتعشى وباش كيتغدى كيوصلني. داخل السجن وكاين ولد الفتوش، ولكن الحمد لله كيسمى حبس. انا بارك عليا هذيك السده ديال البيبان، هذاك السده ديال الباب عندي انا ب 1000 1000 1000 1000 مرتبه عندي انايا، ونكذب عليك انا راه ملي كنعرفوا هو راه باقي مسدود عليه وكيجيبوه مع المساجين، والله العظيم الا هذيك احسن حاجه. انا عندي دابا راه تحكم هو، واش شتي هذه الحاله وراه تحكم هذاك الشيء، ما غاديش يخلى على هذه الهيئه، ما غاديش يخلى عليها، هذاك الشيء كله دار من فبرك، كل شيء من فبرك، كل شيء من فبرك، كل شيء مديور بالفلوس، كل شيء مديور بالفلوس. واش هاد اللي قلت لك امام الله غدا امام الله نتواجه معاهم ونتوادوا الحقوق، اللي عنده شي حاجه يعطيها الاخر، حتى هذاك الشيء كله مديور بالفلوس، نحلف لكم بالله العظيم، وانا صايمه حتى حاجه ما كاينه على صدق. الله يرحم ولدي ووسع عليه، الله يرحمه ووسع عليه، حبب فيه الله خلقه، شوف هو اش كندير مع الله، اللي داروا عليه 5 العمرات وداروا عليه 2 ابيار وداروا عليه الصدقات والصلاه في المساجد والدعاء وهذا الشهر المبارك ودار ليه دعاء في المساجد،
اش بغيت كثر من هذا الشيء؟ اش بغيت كثر من هذا الشيء؟ هذه راه رحمه من عند الله، هذه راه رحمه، وهو عند اللي خالقه عز مني واكرم مني. انا كندفع كندافع على واحد اخر كاين على برا غادي ادي هذاك الخرق، ما هذاك مشى عند الخالق ما ديش مشكل، ما متعرضاش على حكم الله. ولكن اللي تندافع عليه دابا هو حق ولدي ما يمشيش وما يضرش به واحد اخر. لا تنسوا الاشتراك في قناة الأيام 24 وتفعيل خاصية الجرس ليصلكم كل جديد.